أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم اليومي النهار تريندينج. كما عودناكم اخترنا لكم أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنصات الفيسبوك اليوتيوب الانستغرام وحتى تويتر. البداية مشاهدينا نستهلها بالهاشتاغ الأول، لا يختلف اثنان على أن ما يمر به العالم جراء جائحة كورونا يحتاج إلى تضامن ومبادرات إنسانية لمساعدة بعضنا البعض. والعينة مع هذا الشاب الذي يدعى محمد بولعيون، شاب جزائري مغترب قام بتكريس جهوده لمساعدة مرضى كوفيد-19 في الجزائر، خاصة الذين يواجهون خطر الموت بسبب نقص الأكسجين. كيف ذلك؟ من خلال إطلاقه مبادرة بأمريكا وكندا لجمع التبرعات واقتناء أجهزة الأكسجين للمرضى في الجزائر. مشاهدينا لنتابع هذا الفيديو ثم نعود. أنا درت حملة GoFundMe هنا في أمريكا وفي الخارج كندا منطقة تاعنا هنايا، باش نلقطو نلقطو دراهم باش نشرو لي زاباري تاع الاكسجين ونبعثوهم للجزائر. على حسب ما شفت هنا لي زاباري تاع الاكسجين يديرو 500 دولار بلاس شيبينغ دوكا باش نبعثوهم للجزائر، مانيش عارف شحال يسقى منه. نطلب من اي واحد يتبرع يلو كان 5 دولار 10 دولار 20 دولار واش يقدر يتبرع. راني دوك نحط لكم لوليان تاع GoFundMe اللي درتو. والله غير الحاله راهي كارثه في الجزائر. هذوما لي زاباري تاع الاكسجين يروحوا للسما من الواحد للواحد للديور. مشاهدينا، المبادرة أظهرت حجم التفاعل الكبير والتعلق الكبير لأبناء الجالية الجزائرية في الخارج مع العمل الإنساني داخل وطنهم الأم، خاصة في هذه الظروف الصعبة. أين جاء في التعليق الأول مشاهدينا يقول ربي جزيه وهدهم الجزائريين بلاده في القلب. وفي تعليق آخر مشاهدينا من أصيل تقول بارك الله في أبناء الجزائر داخل الوطن وخارجه، رجال يحبون وطنهم. وفي تعليق آخر مشاهدينا من عمران يقول بعض الأشخاص يشترونه بحجة المرض ويعيدون بيعه بأثمان باهظة، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. وهادو الناس يديروا مبادرة من كندا باه يجيب الأكسجين ويبعتوه للوطن نتاعو، فرق كبير. وفي تعليق أخير مشاهدينا من دورة تقول ربي يبارك فيه ويجازيه خير إن شاء الله وجميع المحسنين، على خطر ناس حسبته شهر رمضان أو عيد أضحى أو دخول مدرسي، تغلي في أسعار على عبوات الأكسجين إلى 30 مليون وما على بالهمش أن الموت أقرب إليهم من حبل الوريد، قادر يروح ويخليها. إذن مشاهدينا كانت هذه أبرز التعليقات، وبجانبها ومن جانبها أقول يواصل مشاهير الجزائر في كامل بقاع العالم حملة جمع التبرعات لتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي، من بينهم نجوم الراب منهم زادكا فوبيا وتراب كينج والمغني يوبي. مشاهدينا، مبادرة لقت استحسانا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. أين جاء في التعليق الأول من موح يقول رجال تبان في وقت الشدة، حيوا الله الرجال الجزائر. وفي تعليق آخر من برينات تقول هذا هو الشعب يهز بعضه، الحمد لله يا رب مازال كاين خير في بلادنا. وفي تعليق أخير مشاهدينا من رانيا تقول وقت الشدة يبان الرجال بالأفعال. إذن مشاهدينا كانت هذه أبرز التعليقات.